دليل تعلم اللغة الكورية المثالي لطلاب ليبيا. سنعلمكم كيفية تعلم اللغة الكورية بسرعة من قبل مدرسين كوريين. تعلموا اللغة الكورية بنجاح باستخدام الاستراتيجيات الفعالة لتحسين مستواكم في اللغة الكورية. سأقدم لكم معهد كوريان كليك الدولي. كوريان كليك يقدم تعليم اللغة الكورية بطريقة سهلة وممتعة وفريدة من نوعها للأجانب حول العالم. العديد من الطلاب يتعلمون اللغة الكورية للدراسة أو العمل في كوريا. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتنظيم تبادلات ثقافية متنوعة باللغة الكورية، مثل تعلم الثقافة الكورية والغناء الكوري وتعلم الطهي الكوري عبر الإنترنت. تعلموا اللغة الكورية بسهولة ومتعة معنا. يا ميار، تقدر تشغلي المايك، في علامة مايك جنبك، شغلها عشان تردي على الأستاذ. بدءاً من الآن، هل تود أن تلقي نظرة سريعة على محتوى دروس الطلاب الليبيين لمدة شهرين؟ أستاذي بيكلمك بس بيعرف مستواته، بيدير اختبار مستوى. شلون سنين؟ ما ها؟ Is it right? Yes. نا؟ ها؟ باسي؟ بعدين الكلمات اللي تو كتبها نكتبنها يا بنات، اكتب معاها المعنى باش يقعد لك. قلنا الجديد كله بتقعد الفعل بتاخدوه حيتصرف في التصريفات هذينا، ماضي مضارع ومستقبل وسؤال ونفي، فحيمشي معاك ديما قدام يعني. كتبنا معنا نانن بياراانتي 편지를 쓰고 있어요. 난 비아라한테 편지를 썼어요. 편지 means letter, okay? So 나는 미아라님한테 편지를 쓸 거예요. 자, 살마님 미아라님한테 편지를 썼어요? 쓰고 있어요. 썼어요. 쓸 거예요. 썼어요? 안 써요. 쓰고 있어요. معهد كوريان كليك الدولي يقدم برنامجاً شاملاً لتعلم اللغة الكورية يستغرق عاماً واحداً. يتم تقديم دورة للمبتدئين لمدة 3 أشهر، ودورة مبتدئين واحد لمدة 5 أشهر، ودورة متوسطة لمدة 4 أشهر. يتم تنفيذ الدروس في كوريان كليك بطريقة مختلفة عن الدورات التعليمية الأخرى، حيث يتم التركيز على المحادثة باللغة الكورية. هل شاهدتم الفيديو بعناية؟ نحن نقدم دورات للغة الكورية لطلاب ليبيا. لا تقوموا بالدراسة بمفرككم، بل تعلموا اللغة الكورية معنا في كوريان كليك. نحن سوف نساعدكم بشكل كامل لكي تتقنوا اللغة الكورية. إذا كنتم تدرسون بجد لمدة عام واحد، فسوف تتقنوا اللغة الكورية. نحن قد فتحنا دورات اللغة الكورية لطلاب ليبيا، لذلك لا تترددوا في البدء في الدراسة معنا. ستحصلون على نتائج جيدة إذا درستم معنا.